وقف علي بن أبي طالب على القبور فقال: يا أهل القبور، إن بيوتكم قد سكنت، وإن أموالكم قد وزعت، وإن نساءكم قد زوجوا، فحدثونا عنكم يا أهل القبور، أعطونا من أخباركم يا أهل القبور. القبور لا تتكلم إخواني. فالتفت علي بن أبي طالب على الصحابة فقال: والله لو تكلمت هذه القبور لقالت: فتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أتيت القبور فناديتها: أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ أما لك فيما مضى معتبر؟ الله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفاً.